انت اسمك ايه؟ منى محمد محمود. سنة كام؟ 50. عملتي دي ازاي؟ جبت الطين الاسمراني واتعلمت الطريقة، وبعد كده ظرفتها ورسمت عليها اشكال الرمل. خدت منك وقت قد ايه؟ مش وقت، يعني خدت مني حوالي يوم. حوالي ايه؟ يوم. يوم كامل؟ لا، يعني ساعة مثلا أو ساعتين؟ ساعة ولا ساعتين؟ يعني حوالي ساعة. ساعة ونص؟ طيب دي محتاجة بقى بعد كده إيه عشان تبقى جامدة؟ هي كده خفيفة شوية صح؟ طيب محتاجة إيه بقى عشان تبقى جامدة؟ هي المفروض أصلا تتحط في الفرن وتتحرق عشان تبقى صلبة خالص. ممكن مثلا في الميكروويف مثلا؟ لا، أفران كبيرة جدا. طيب ما نحاول نعملها في الميكروويف او في الفرن العادي. لا، مش هتنشف. مش هتنشف برضه؟ حاولتي يعني؟ لا، لو هحاول برضه مش هتنشف. يبقى محتاجه فرن كبير. تمام. عايزين بقى تبقي تعملي اشكال تانية. ماشي. مين اللي كان عمل لك، مين اللي قال لك على الفكره؟ بس مين؟ بس رانيا. بس رانيا، يلا بالتوفيق، عقبال ما نشوفك كده في اعمال تانية ان شاء الله.